هدوء حذر خيم على منطقة توتنهام الواقعة شمالي لندن بعد ليلة عاصفة لم تشهدها المنطقة منذ أكثر من ربع قرن. فالحرائق التي التهمت عددا من سيارات رجال الأمن والحافلات اشتعلت شرارتها بسبب هذا الرجل مارك دوغان الذي قتل إثر إصابته بأعيرة نارية على يد رجال الشرطة أثناء ركوبه إحدى السيارات الأجرة، حادث وقع في ظروف لا يزال يكتنفها الكثير من الغموض. وسرعان ما خرج المحتجون في واحد من أفقر أحياء لندن وأكثرها معاناة من البطالة ليصبوا جام غضبهم على رجال الشرطة محاولين اقتحام بعض مراكز الأمن، كما لم تسلم المنشآت المدنية كالمتاجر من التعرض لأعمال التخريب والسرقة والنهب. لكن مصادر محلية تشير إلى أن المسؤولين عن هذه السرقات قلة قليلة من المندسين بين سكان المنطقة. يستنكر أغلبية سكان توتنهام ما وقع هنا من أعمال عنف أصابت المنطقة في مقتل، فالمتاجر ومكاتب البريد والمصالح الحكومية تضررت بشكل بالغ بسبب مجموعة من المحتلين جاء معظمهم من أماكن بعيدة عن المنطقة. الشرطة البريطانية فتحت تحقيقا في الحادث محاولة الوقوف على كل أبعاده. من المهم التعامل مع كل المعلومات الخاطئة التي يتم تداولها حول ما حدث. هناك العديد من الأسئلة التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار، خصوصا فيما يتعلق بدوغان وما حدث له. سيكون هناك تحقيق مستقل حتى نتمكن من الإجابة. تم إرسال محققين مستقلين إلى مكان الحادث على الفور، كما أرسل السلاح الناري الذي عثر عليه في مسرح الحادث إلى هيئة الطب الشرعي للاختبار. ويتساءل البعض عن السبب الذي دفع رجال الأمن لإطلاق النيران على دوغان، خاصة أن هذا التصرف غير معتاد بالمرة داخل المجتمع البريطاني. لم تنجح الشرطة في التواصل مع الشباب هنا على الإطلاق، وساهم هذا الحادث في إبراز تلك الأزمة. وتعيد أعمال الشغب الأخيرة تسليط الضوء على العلاقة بين أجهزة الأمن والسكان في توتنهام التي تسكنها الكثير من الأقليات العرقية، والتي كانت شهدت عام 85 حادثاً مماثلاً عندما قتل رجل شرطة على يد محتجين ساخطين على وفاة امرأة متأثرة بأزمة قلبية إثر تفتيش رجال الأمن لمنزلها. العنف الذي شهدته توتنهام بدأ يمتد رويداً إلى المناطق المحيطة بها مثل بريكستون وإنفيلد، مناطق تتشابه جميعها في الظروف الاقتصادية والتركيبة السكانية، وهو ما يثير حالة من الترقب والقلق قد تمتد لفترة من الوقت. الأطواق الأمنية المفروضة هنا حول هذه المنطقة توضح أن الأوضاع ربما عادت لسيطرة أجهزة الأمن، لكن التحذيرات لم تهدأ من احتمال تجدد دائرة العنف مرة أخرى، وربما يدفع هذا الحادث السلطات البريطانية لبحث سبل إعادة الثقة بين رجل الشرطة ورجل الشارع في هذه المنطقة على وجه التحديد. سالي نبيل، BBC، توتنهام.